السلام عليكم، مرحبا متابعينا الكرام في حكاية جديدة. حكاية اليوم بعنوان جمعية رعاية اليتيم. سمعت الحمامة صوتا قرب عشها، فهبت مذعورة، وإذا بالهواء يقول لها: لا تخافي أيتها الحمامة، أنا النسيم رسول الخير، جئت إليك بخبر محزن. همس في أذنها ببعض الكلمات، فانطلقت مع رفيقاتها متوجهات نحو المكان الذي دلهم الهواء عليه. إنه بيت عتيق هدمته المياه الجارفة. جلست بجانبه طفلة لا تتجاوز 10 من عمرها، ترتجف من البرد والجوع والخوف. كانت نحيلة الجسم، جميلة الوجه، سوداء العينين، ذات شعر أسود طويل يسترسل على كتفيها. تبكي بألم ودموعها تنحدر على الخدين. سألتها الحمامة: ما اسمك يا صغيرتي؟ اسمي سمر. لا تخافي يا سمر، لن أتركك أبدا، ما أكثر القلوب الرحيمة المؤمنة بعمل الخير. أشعلت الحمامة النار في الموقد ووضعت فيها الأغصان اليابسة، وأخذت الحمامات ترفرف فوقها بأجنحتهن كالمراوح لتزيدها اشتعالا. فدب الدفء في جسم الطفلة وعاد النشاط إليها بعد أن أكلت وشبعت. وأحاطت الحمامات بالصغيرة يحكين لها حكايات ممتعة. قصدت الحمامة خروفا كان يرعى في المرج، فقالت له: أيها الخروف الوديع، أتعطيني بعد الصوف لأصنع منها لباسا لسمر؟ بكل سرور ومحبة، خذي ما تشائين. قصت الحمامة الصوف وذهبت إلى النساج فرحب بها وحاك لها ثوبا ناعما من الصوف، ثم حملته إلى الخياطة وطلبت منها أن تخيط كسوة للطفلة المسكينة. قالت الخياطة: هذا عمل عظيم، أعدك أنني سأخيط لها فستانا لم تلبس بنت مثله قط. أقامت الحمامة حفلة تكريمية للذين أسهموا في هذا العمل النبيل، ودعت إليها جميع العصافير. اشتركت البلابل والحساسين في تغريد جميل وزقزقة رائعة، وسمع الناس هذه الموسيقى فجاءوا إلى مكان الحفل. ولما عرفوا قصة سمر دبت الحماسة في نفوسهم، فأسسوا جمعية رعاية اليتيم. وفي نهاية الحفل وقفت سمر فوق المنصة وقالت: أشكركم جميعا لأنكم تعاونتم وساعدتموني، فأنقذتم حياتي وعادتم السعادة إلى قلبي. شكرا لكم متابعين الكرام، وإلى اللقاء في حكاية جديدة. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة.